هناك الكثير من الكلمات التي وقعوا فيها في أخطاء عظيمة، يقولون تجربة، وليس هنالك مصدر على وزن تفعوله إلا تهلكة، وإنما هي تجربة، لأن الفعل من جرب يجرب، وأصل جرب أن يكون مصدره على وزن تفعيل إلا إذا كان معتلا، أما الصحيح فعلى وزن تفعيل، والمعتل هو الذي على وزن تفعيله، كما قال لفعل التفعيل قس وتفعله لمثل زكى ويقل العكس له، فهذا مما قل، وهذا مما جاء على خلاف الأصل، لأن الأصل أن يكون على تفعيل فيقال تجريب، كما يقال، لكن حملوه على المعتل فقالوا تجربة، كما يقال تذكرة وتبصرة، ولا يقال تبصرة وتجربة، ثم مع ذلك يجمعون تجربة على تجارب، وتجارب على وزن تفاعل، وتفاعل مصدر، وليس تفاعل جمعا، إنما هو تجارب.